صباح الخير الغزالات، كيف صبحتوا؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير في احسن الاحوال. اخواتي اليوم صبحنا على كرنفال. بعد اول حاجه اخواتاتي قالوا لنا تجيبوا يا اما عصير يا اما مادلينا، شنو بغيتوا تجيبوا؟ قلنا حنا نديروا السهله ناخذوا العصير. خديت البنات جوج ديال الاطفال الكبار ديال لتر ونص وجوج ولا معت ديال لتر وجوج ديال البنات ديال اورانجا، قال لك اما اورانجا ولا ابل. ايوا البنات صافي، هي هذيك راجلي كنقرا الورقه وما شافش باللي راه البارح خصنا نعطيو العصير. انت كندير مادلينا على الصباح وراه شوف، وراه في الاوقات الصعبه راه مادلينا تقدر حتى ديك مادلينا ما تصدقش وتنعس ونتمناو خير. هذاك حتى داك العصير غادي ندي واش غنخليه ما عندي ما ندير به. واصلا انت هما كيديروا شي بروغرام في شكل، علاش حنا نديو العصير البارح واليوم كيديروا لك غير الطاجيج؟ صراحه والله كيديروا شي تخربيقه شي مره في شكل. المهم خواتاتي انتما كيف كتشوفوا هي راه لبستها، دابا غنمشط ليها شعرها كيف كتشوفوا معايا. غادي نجمعوا لها، غادي ندير لها، غندير لها البنات كوليطا. ها انتما هذا هو اللي ما كيخطانيش، هذا اللي هو اللي كيسلك البنات الشعر. ها هو كنديروا لبناتي كيفك لهم الشعر، الا شعر بنتك ما كيتفكش، الا شعر بنتك اختي كيتخبل لك، راه هذا هو الحل، راه كاين في الدي ام كيسرح الشعر. دابا خواتاتي ما عرفت فين درت هذيك الكوميطه، ها هي غادي نجمع ليها شعرها باش ندير لها البيريك عاد باش نصاوب ليها البنات باش نصاوب لها خواتاتي الشعر ديالها. ها انتما صوب لها اختي البيريك، ها انتما على هذا الشكل. هذا غندير لها البيريك، غندير لها بحال هكا البنات. اش غتلبسي هيك سر؟ ليها غدير هيك الغزالات ديالي. البيريك ضروري ما كيكون فيها هاد اللعيبه اللي كتحمي الشعر، ولكن هادي بانت ليا بحال كبيره صافي ما نديرهاش ليها جاتها كبيره. وكاينه البنات هادي، هادي البيريك ديال الدراري الصغار، شفتوا البنات؟ ها نتوما على الله غير تجيها لا بلوبر غروس. شدي معايا شدي معايا شيبانيال شرفتي قبل الوقت بنتي، وقفي ها نتوما شوفي الشراء. انا كلشي غادي يلبسها بنتي كلشي هكا زو عين مومنت نكمل لك. ها نتوما البنات هاد الشيبانيه هادي هكذا، استنى ندير لك هذا، استنى هكذا وغادي ديرها البنات بحال هكذا. شتي كيجا جا معايا البنات اللون البيض غزال. ها انت ها انت يا اختي ها هاي صافي. ها انتما البنات هادي الساحره الشريره. دابا البنات ديالي غادي ندير ليها وزد السكرينه، غندير ليها البنات هادي وندير ليها هنايا البنات. شريت لهم شريت لهم هذا باش نزوق ليها داك الوجه وداك الفم وكلشي. المهم خليكم معنا الى سيري شوف هاد الشيبانيه هادي اللي شرفتها البنات قبل الوقت. المهم الغزالات غادي ندير لها هذا، غندير لها الخضر لوجهها هكا باش تمشي حتى هي اختي اللي تصحابو. ما اختي حنايا ما كنفهموش، راه حنا كلشي كنعرفو نديرو. المهم الغزالات غادي ندير لها في وجهها بحال هكا. نعطيكم البنات حتى نتوما فكره بالنسبه لوليداتكم اللي باقي ما داروش، كاين اللي دار الخميس وكاين اللي دار الجمعه وكاين اللي عنده وليداتو في الحضانه. انا بنتي غادي انا غادي نصاوب لك من بعد وغنصاوب لك، غير خليني باش ما نقص لك الشعر. وكاين اخواتاتي اللي عنده اللي غادي يدير نهار الاثنين وليداتو الكيندغارتن. ها انتما دابا اخواتاتي صافي هكذا. اخواتي ها هي الساحره الشريره، كي جاتكم البنات كي خرجتها بلاتي شويه غادي نقلب لكم. شوفوا الشطاره حزي اللور، شفتوا البنات كيف جاتكم الساحره؟ فين غادي تطلعي؟ عندي الدعوه شويه مرونه. دوري دوري من اللور، دوري هكا من الجنب وريهم طالعه فوق الشطابه. وي بنتي بنتي هيكس الغزالات ديالي انا صايبت لها وقديت لها باش تمشي حتى هي فرحانه، ما بغاتش نصبغ ليها تعانقها، قلت خلي ندير ليها غير وجهها وصافي. انا بلاتي غنقلبها لكم ونوريها لكم وندير ليها التصويرات ونوريكم نيت حتى شنو 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 وجدت باش غادي ندي معايا للحفله. حيت 8:30 البنات قالوا لك غادي تديو لنا مادلينا، وانا حتى داك العصير اللي قالوا لك جيبيه البارح غادي نديه لهم اليوم. ما عليناش كلشي كلشي زين كلشي صدق في سبيل الله، واخا هما سيستمهم مشكل، ولكن انا داك العصير نويت انني نديه للوليدات صافي خصني نديه لهم.
هانتوما الغزالات شوفوا هانتوما اختي هكا بغات بنتي، وانا صابت لك بيضه ديالي اختي جات زوينه الفنه ديالي. المهم الغزالات انا غادي ندخلكم هي الكوزينه غادي نوريكم شنو صايبت. المهم البنات قالوا لك خص هذا ديال بلاستيك، المهم درت مادلينا صايبتها على الصباح ما كنتش عواله عليها. وهنا البنات العصير، وانا العصير غنديه كيف شدوه عليا كيف ما شدوه، وما نظنش انا اخواتي ما يشدوهش عليا. راه هنا 4 ديال القراعي ديال العصير غتفك لهم الدنيا. المهم خواتاتي هذا غادي نلويه بابي الومنيوم، غنمشي نضرب لبنيتي تصاورات صافي خواتاتي، وان شاء الله نكملوا اخواتي الفيديو مع اسماء دائما الجديد اخواتي. البنات كيف كتشوفوا معايا صافي اختي بنتي دخلتها. شوفوا هما راه سبحان الله كيديروا واحد البروغرام، ولكن حنايا كنديروا داك الشيء اللي بغينا. ها المدرسه راه دخلوا التلامد دخلوا فرحانين ناشطين ما شاء الله اللهم بارك. خواتاتي صافي ديت ليهم انا داك العصير، كنت خديت العصير الصراحه ما نكذبش عليكم، قلت نمشيو مع الجهه الرابحه الحاجه اللي غادي تجينا سهله ما نستريسيوش راسنا فوق من القياس. ايوا الساعه من قرات بنتي قالت لك لا اليوم ديال كوخن، شتي الوليدات اللي مربيين في اوروبا كيوليو بحالهم في السيستم، لا خصك كوخن عاد بتني كوخن. درت غاديك سميتو ديك داك العصير ديتو وزدت مدام، ولكن فيها خير كلشي صدقه في سبيل الله. صافي درت ديك كوخن ودرتها البنات داك العصير وديتو، خديت جوج ديال التفاح وجوج ديال الليمون. ايوا خواتاتي هذا ما كان صافي بنتي دخلات ناشطه فرحانه عجبها الحال. ايوا اختي الله يصلح لينا وليداتنا ويصلح لكم وليداتكم اخواتي. المهم خواتاتي كيف ما كتشوفوا الصباح هذا اليوم الجمعه طيبه على الجميع اخواتي الكبيدات ديالي. المهم الغزالات ديالي خليكم معايا ما تمشيو فين، ان شاء الله تنكملوا الفيديو مع اسماء دائما النشاط والحيويه اختي والطاقه الايجابيه. شوفوا يا اختي اللي جايه بالبرنسيسة اللي جايه. المهم طقطقوا داكشي اخواتي يلا سيروا على الله. الغزالات ديالي اختكم هي جات للسوق، جات البنات للسوق نشوفوا شنو كاين في هذا السوق. المهم خواتاتي غنوريكم واحد اللعيبات زوينين عند هاد الصقع هذا، نوريكم الجهه هذا البنات راه طيح السوق على كل شيء. شوفوا تبارك الله هادو البنات الصغورين ب 20 والكبار البنات ب 25 فنين كيحمقوا. شوفوا البنات شوفوا هاد القريعات اللي جاب اورو ثاني حتى هما زوينين البنات، شوفوا كي دايرين فنين كيحمقوا. ها انتم شوفوا الديزاين كي داير بعدا من 20 25، كبار 25 والصغار البنات 20. ها انتم وهادو نتاع العطريه حتى هما ب 1 اورو البنات، وعنده هنايا عاوتاني بزاف ديال الحويجات انا كيعجبني هذا. انتم ها انتم الزوينات ديالي شوفوا هادو، هذا ب 5 اورو غزال كيجي كيحمق، وهذاك حتى هو شوفوا زوين كيجيب حويجات الصراحه كيزرع داك الشيء كيجيب واعر. وانا من دك عشاق الجولد كنحماق على شي حاجه سميتها الصفر. البنات جايب تيرموسات هنا هادو اتاي هادو الشبيكات اللي كان ديجا البنات عنده. بالنسبه للناس اللي عاد باديين اولا بالنسبه للناس اللي قراب لدورتموند هكذا الغزالات جايبين واحد الريدوات فيهم واحد المويجات غير باش تبداو الانسان باش يبدا، يعني الانسان راه ماشي من ديبار غادي يشري الحاجه الواعره والحاجه الرفيعه. شوفوا خواتاتي هاد الريدوات هادو زوينين هكذا مدوبلين فيهم هاد المواج، ديريه في بيت الناس ديريه في الصاله. كاينين الناس المتولين راه واخا كيشريو حاجه يعني ما غالياش وكيكونوا يلاه بادين وكيتولوا الحاجه وكتجي زوينه، غير الانسان خصو يعرف كيفاش يناسق الالوان يعرف الحاجه راه ماشي جات بالغلا ولا جات راه جات بالانسان واش عنده الذوق ولا لا. داس بي في الكوست بتا درايسيش اورو 30 البنات. ها انتم فيهم الديكورات هنايا شوفوا هاد الديزاين هذا عاوتاني شفتوا البنات فيهم هذا فيهم هاد النوار هذا شوف هاد النوار كيحمق مع الكري شفتوا البنات ها هو عنده بزاف البنات هادو وعنده هادو هاد سميتو هادو نتاع الاتراك حتى هما عنده هنا بزاف ديال الديزاينات. ها انتم شوفوا البنات كي دايرين كاين عنده هنا في الكرونه عنده في المزوق عنده اللي فيه المواج بزاف. البنات هادو ب 30 اورو غادي تقولوا لي شحال فيهم من مترو ماد ان تشينا بوليستير هذا البنات العبار ما دايرينش الصراحه العبار فيه 3 مترو على 2 ونص 3 مترو على 2 ونص اخواتي. عنده بزاف ديال الزواقات هنايا شفتوا خواتاتي عنده بزاف ديال الزواوق
عنده هذا العادي اللي كيجي تحت من الريد والبنات، وعنده هذا عطى الله البنات. هذا دائما كيكون هنايا في السوق، ها هو كيكون. شفكركم هذا فكركم في المعرض ديال المغرب. الناس كيشريو البلاستيك وكيشريوها البنات. هذا البنات دير هنا كلشي باورو. عندكم هذه معطوش هي اللي كتقطع مع شي حاجه ولا كتشدي بها شي حاجه باش تقطعي. وكاينه البنات هاد البالات هادو باش كتشدي باش كتعبري العطريه. شفتوا خواتاتي كاينه هذه ديال العسل حتى هما باورو. عطا الله راه عنده هنا حويجات زوينين، عنده الفنيتات، عنده بزاف د الحوايج اخواتي. ها انتم شو حنايا الريبيكات اللي كنبيعوا لكم ماشي هاد الكاليتي هذه. شوفوا هذه الكواليتي كي دايره زيرو البنات، الكاليتي ديالهم عيانه ميته البنات، حيت هادو مشريين بارخص ثمن. حنا اللي جايبين لكم شي حاجه اللي مزيانه البنات. بالنسبه للناس اللي كيحضروا معايا البنات في اللايف ديال تيك توك، راه جايبين لكم البرومي كاليتي نتاع تركيا البنات. هادو شوفوا كي دايرين، كي طايحين وحالتهم حاله سواقيين باينين. هادوك اللي كناخذوا لكم حنا البنات راه البرومي كاليتي، الكاليتي ديالها يعني هذا ديالهم غليظ، الصوفه غليظه والكاليتي ديالهم واقفه والريبيكه كتبقى واقفه ما كتكمش من حتى شي حاجه. هادو البنات الكاليتي ديالهم عيانه البنات، وديري ليهم 20 اورو عيانين ماشي تلهيه. هادو غير تخشيها في الماكينه نتاع الصابون مشات. هذيك راه ريبيكه بسروالها، تحشيها في الماكينه نتاع الصابون تولي قدها قداش، تولي حالتها غير مي هذيك الساعات. فهمتوا البنات حنا جايبين لكم يعني البرومي كاليتي. والبنات بالنسبه فرصه ومناسبه كيف ما جبتها الهضره، ان شاء الله البنات راه غادي نجيب لكم البلدي بالنسبه للناس اللي باغين يشريو البلدي اللي ما كيلقاوش اللي يتسخر لهم، او اللي يجيب لهم البنات قفيطنات وجليلبات وداكشي. ان شاء الله راه غادي نجيبو ان شاء الله. والله البنات راه غادي نجيب، غنجيب القفيطنات ونجيب الجليلبات، غنجيب داكشي البلدي، وغادي تجيبوا حتى حنان غنجيبوا حاجه مختلفه اللي عندي ما عندهاش، باش الناس منين يقلبوا على شي حاجه يلقاوها عندي، ما لقاوهاش عندي يلقاوها عند حنان. الغزالات يوغي وجدوا فلوسكم وما تشريو على حد، زين اختكم حتى تجيب لكم السلعه خواتاتي. مهم البنات ها انتم كيف كتشوفوا السوق ما فيش شي حاجه جديده. البنات جابوا هاد الصواني هادو باورو، ها انتم هاد الصوانيات هادو دايرين اورو، ها هما هكا الماء العصير. المهم للدار اخواتاتي وجايبين هادو تسبي في الكوست 8 يورو، هادو 8. هادو د البلاستيك، شوفوا الصباغه البنات نتاع اللي درت لبنتي. هادي البنات ديري فيها هكا المملحات تحطيهم هكا فوق الطبله. وكاينين هادو الغزاله ديالي، شوف هاد الغرير فات هادو شوفوا فنين داس دغايغو دغايغو. شوفوا البنات هكا العصير فنين، هادو كيحمقوا البنات. شفتوا العصير غزالين. شو خواتاتي 3 اورو كبير كيهز، وقيله غنهز وقيله البنات واحد جوج هكذا لسيدنا رمضان. البنات شوفوا جايبين هاد الربيعات هادو، هادو اللي كتكواردو فيهم الماكله ديالكم. هادو راه جبانيات كيتسدو داس بي في الكوست تاع 10 اورو زويد دغاي فين فشتوك. الغزالات هادو هنا فيهم واحد جوج ثلاثة أربعة فيها شتوك ربعة ديال الوحدة تاع البنات بخمسة أورو. شوفوا البنات الجبانيات كي دايرين كيحمقوا الغزالات ديالي. ها انتوما شفتوا خمسة أورو الجبابانيات، وكاينين هاد الطبيصلات هادو حتى هما اللي بأورو. الصراحة هاد الجبابانيات غادي نديهم، لأن شي مرات البنات كتبغي الماكلة ديري فيها شي تشيط لك الماكلة ولا شي حاجة وديريهم فيها. شفتوا خواتاتي هذا هو الباك ديالها ملاتي نوريكم كيف دايرين. شوفوا هذه كتحل، تقدي تخبي فيها شي حاجه اللي غادي تشيط لك، تقدي اختي تبغي تحطي شي حاجه هكذا اللي ما تبغيش يدور عليها الدبان والناموس وتحطها فوق الطبله. زوينين البنات هذه بخمسة اورو. غنهز باكيه من هنا وغنهز من هذوك الغرير فتا البنات الرمضان زوينين الصراحه. ها هما ديال البلاستيك لقيتوني كنفكر خفت غادي نمشي نغسلهم ونضربو مع الروبين يجي مشتت، اما الموديل ديالو زوين البنات. شوفوا كي داير، شوفوا الموديل ديالو البنات كي داير، كنبغي نشد معايا تحت. شوفوا الموديل البنات ديالو كي داير زوين، عجبني الستيل ديالو غزال البنات. ها انتم شفتوا كيحمق 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 غزال بزاف. وعجبوني هذوك اللعيبه تاع البنات اللي 4 ب 5 اورو.
زوينين الصراحه. من الغزاله قررت ناخذهم، عرفتوا علاش؟ حيت في السحور ملي كنبغي نهز داك الشيء اللي فوق الطبله نديرو في هاد السوبيرات ونحطو فوق الطبله مغطي، اللي بغى شي حاجه يحيد ويهز، كيبقى داك الشيء منظم وتدوريه فوق الطبله هكذاك، دوريه فوق الطبله مثلا شاط لك روز، شاط لك اي حاجه وبقى باغا تسحري به، حيت كاينين الناس اللي داك الشيء الفطور كيعاودوا يتسحروا به، فهمتوا؟ هادو كان البنات زوينين عجبوني. ها هما ها هما اخواتي، غادي منين نجمع الطبله نتاع الفطور نقاد فيها داك الشيء الاخر البنات، ومن بعد اخواتاتي منين نبغي ناكل نلقى السوبيرات هكا ندورهم فوق الطبله، اللي بغى شي حاجه يهز ويحط. عجبت لكم في هذه الفكره؟ زوينه وما زوينه. شرا ماشي خمسه، رانا دايخه، انا دايخه بلا ما يوصل رمضان، رانا واكله ودايخه البنات. 10 اورو ولكن يستاهلوا الصراحه، عجبوني عجبوني اخواتاتي، نظم فيهم ماكلتي وهذاك الشيء اللي غادي نجمعو نديرو في الطباسل، وكتبقاي تخشي وخشي هنا وخشي لهي، كديرهم في السوبيرات البنات وكتسدو عليهم وكتحطوهم فوق الطبله، اللي بغى شي حاجه كيحل وكياكل. المهم فيهم ربعه البنات، انا غادي نشوف هذا شنو عنده. رانا خديت واحد اللعيبات هنا، هادي نتاع اسبانيا البنات، قال لي هنايا واحد الراجل مغربي بلي كانت كدير 7 اورو البنات، ديري لها 1 اورو وما فيهاش التاريخ، ما فيها حتى شي حاجه، هانتوما ما ميته ما حتى شي حاجه، ما فيها والو، راه حتى انا براسي ما شفتش. هانتوما شفتوا خواتاتي فيها نص كيلو وتربحوا معاهم قرعه. المهم البنات خديت هذا الشيء هذا من عند هذاك اللي مولف البنات كناخذ عليه هنا في السوق، هذا البنات 2024. شفتوا خواتاتي هنوريكم هذا هنا فين كيحط الطوبيس اخواتاتي، هنا ياك، وهنايا البنات هنا فين كاينه، ها هي شفتوا البنات، حتى لشهر 9 ان شاء الله هذا فودناه ديال العام القديم، حيت شهر 9 ديال هذا العام 2024 البنات دايره غير اورو. شفتوا قال لي كتبي سميتها وغادي تلقايها دايره 7 اورو البنات، زوينه وعطاني دقت منها بنينه البنات، فيها منطقيه البنات. هذا هو اللي كناخذ عليه ديما، رانا جيت البنات تقديت عليه عاوتاني. ها انتم اختي الله يعز لينا المغاربه ديالنا اختي، هي اختي انا باقا كندور هنا في السوق ما بغيتش نحشم شي بحالي لداري. المهم خواتاتي خليكم ان شاء الله تنوصل للدار ونكملوا ان شاء الله الفيديو. الغزاله ديالي ضربت عليكم الحطه والمطه البلدي بالطقطق وداك الشيء خواتاتي. المهم البنات غادي نوريكم شنو خديت على هذاك المغربي. مهم تحيه للمغاربه ديالنا فين ما كانوا، يا اختي كانوا في الجابون يا في تايوان، المغاربه ديالنا والله العظيم كاينش بحالهم، كاينش بحالهم اخواتاتي والو. مهم الغزالات غير بغيت نوريكم، خديت هذه البنات هذا الباك هذا تاع الشوكولات، خديت منه جوج، واحد عطيته لبنتي دي هذا النهار هي. خديت لهم هادو كيكونوا 10 البنات باورو، 10 باورو. خديت الغزالات ديالي هادو حتى هما، خديت لهم دونوت، خديت لهم البنات خديت هاد كيكسه هذه راه قالها لي. شوفوا شنو كيكونوا المغاربه ديالكم والله حتى كيوريكم بزاف الحوايج، يقول لك هذه خذي هذه ما تاخذيش، هذه زوينه هذه خايبه والله العظيم. وهذه البنات هذه قال لي كتبي غير سميتها، كانت كدير 7 اورو قال لي ديال، وبصح ديال اسبانيا هذه، وفيها لا دات لتحت يعني باقه حتى شهر 9 حنايا يلا في شهر 3 ياك اخواتاتي. خديت منها جوج، وحده باورو وكتبقى لك القريعه ديري فيها اي حاجه اخواتاتي باش تشوفي. ها انتم البنات كيف ما كتشوفوا خديت لهم هادو الصراحه بأثمنه زوينه، كاين لي اورو كاين لي جوج باورو كاين لي الصراحه حنا اختي غاديين مع الجيب. خديت لهم البنات هذه خديت لهم شلاف ويجات البنات. المهم هاد لي شيبس هادو كيفما قلت لكم المره اللي فاتت، هادو بعدا كيحلو وحده كياكلوها، ما كيحلوش صاشيه كبيره وكياكلو فيها وكتبقى تبرد وغير كضيع اخواتاتي. ودابا هنا غادي نوريكم اخواتاتي الجبابانيات، وغادي نوريكم البنات الجبانيه علاش شريتها. اول حاجه دابا كاين رمضان، ملي كنهزو هذيك سميتو، ملي كنهزو اخواتاتي ملي كنهزو اخواتاتي ديك الطبله وكنجمعو الطبله وكنجمعو كلشي، اش كنديرو؟ كنديرو داكشي في الطباسل ولا كنغطيو ولا كنديرو في جبابانيات. البنات هادو واحد الجبانيات اللي هما زعما زوينين ترونسبارون، اللي وريتكم اخواتاتي بلا ما نعاود نحلهم، راه وريتهم ليكم، خليهم هكا باش يبقاو البنات شويه، الا كان الحله ديالهم ساهله راه نحلهم. الا كان شفتوا البنات يعني هاد الجبابانيات بحال مثلا دابا انا راجلي ما كياكلش ليا الطاجين والمرقه في رمضان، ما كياكلهاش وما كنديرهاش، يعني غير الشوا هاك شويه الهواء
وعندك لي شوسون البيتزا البريوات هذاك الشيء انايا كنديرو فهاد الجبانيات حتى اللي بغى يرجع ياكل يتسحر غيكونوا في الجبابينيات نديرهم اخواتاتي في الجبابينيات وغادي نصايبهم فوق الطبله فهمتوا ها انتم شوفوا كي كيجيو فيهم ربعه بعشرة اخواتات انا قلت لكم خمسه بعشرة الصراحه يستاهلوا اول حاجه فيهم ديكور عندهم ديكور وثاني حاجه انك كتنظمي فيهم داك الشيء اللي فوق الطبله شات ليك من رمضان وكتحطيهم فوق الطبله وكيبانوا غزالين البنات ها انتم فيهم ربعه شفتوا اخواتي ها الاولى ها انتم هذه هكذا مسدوده ياكو وهذه البنات هذه الثانيه وشوفوا هادو غير ديال البلاستيك تكايسوا عليهم مزيان وديرهم في شي بلاصه تحطوهم ملي تبغوا تغسلوهم غسلوهم نتوما غسلوهم انا نحكي غير قلتي نغسلو تغسلوهم نتوما تحطوهم شي بلايص لان البنات راه اخواتاتي راه دغيا يطرطقوا هادو ولكن هادو اللي عرف ليهم اللي عارف راسو غادي يعرف ليهم ما غيهرسهمش يشريهم شوفوا البنات فيهم اربعه ها الاولى ها الثانيه نوريكم دابا هادو الغلاقات ديالهم ها هما زعما تميكا هادو الغلاقات ديالهم انا غادي نقرب لكم باش تشوفوا من الصوره التي كنتي عرفتي شيبس هبلت ها بدي شون ليبر بدي شون عمري الغزال تشوفوا كي دايرين دايرين على هذا الشكل هذا ها هو يعني شتو كي دايرين انا باش حمقوني الديزاين ديالهم زوين ياكو راه جايبين حتى دوك الغرارف غير اللي زعمت عليهم علاش لان الغرارف البنات غنبقى نغسلهم مزيان خاصهم يتغسلوا وخاصهم سميتو غادي يحتكوا وغادي دقدقوا هذاك الشيء اللي فكرت ما هما كبير راه كيهز هذاك الشيء طرونس المهم الغزالات ها نتوما هادو ها ما كيتحلوا ما حتى حاجه كديري لها بحال هكا كتعمريها مثلا هنايا شاطلك سلو شاطلك مثلا شويه نتاع الرز شاطلك شاطو الكلينين بريوات لي سيغار اي حاجه شاطلك في الماكله كديري لها بحال هكا وكتجمعي وكتغسلي المواعنك ديال المغرب وكلشي وهادو هاد السوبيرات هادو هكا عامرين تحطيهم فوق الطبله اللي بغى كيهز ديك السوبيره حتى انت ما تعذبيش راسك تجيبي الطباسل تغسليهم عاوتاني تحطي في الطباسل السحور وطقطق وداكشي المهم هادو كيبقاو هكا في الجبيبانيات زوينين صراحه الثمن ديالهم 10 اورو عجبني صراحه الثمن ديالهم غزال ها نتوما فيهم وحده في قلب وحده في قلب وحده في قلب وحده هما في الطوطال البنات انا الطوطال اخواتي ها هما اربعه فنين ولكن اخواتاتي راه ديال البلاستيك ها تكايسوا عليهم راهم فنين وزوينين وغزالين يا اختي ورمضان ما يدخلوا علينا بالصحه والعافيه وطول العمر والرزق يا اختي ما شافتو عينين ما شداتو يدين ما شافتو ما شافو حتى شي حد الرزق يجي مخبي ما شافو حد ما قاسو حد قولوا امين العيالات راه العواشر هذه ما تعرفوها منين تجيكم المهم خواتاتي دابا راه عرفتوا اش كندير الغديوه غنتقاسمها معاكم وعاد نختم معاكم اخواتاتي الفيديو نشوفكم عاوتاني يا اختي في هذا البرد وهذا الجو المكتئب يا اختي كيبغي البيصاره كما خلاوها جباله وتحيه ليهم البيصار اي ثمرات في خدمتكم كتتسخن الجسم والله اخواتاتي الا تشهيتها البنات درتيها زويته بالديه يا اختي الكمون وشويه ديال التحميره واش غنقول لكم انايا البنات هاد ثمرات هاد البصاره كنبغي ناكلها يا اما بالكمير ولا خبز الدار ما ناكلهاش بشي خبز من غيره وهنايا نعمس واحد الدكيكه ديال اتاي كانت بقات ليا ايوا نشوفوا اخواتاتي واش كان ولا ما كانش بقات هنا واحد الدكيكه انتما يا اخواتاتي البصاره مع اتاي البنات ناقصني غير الزيتون البنات هذه الهريسه ها هي وهذه البنات المخللات هذو اللي كنت وريتكم تاع الاطراك راه كنشريهم عليهم حيت زوينين ناقصني غير الزيتون بحال البنات سلاليه ايوا اخواتاتي شتي هاد البصاره ما كاينش اللي غياكلها معايا بناتي درت لهم ماكله اخرى هاد البصره غتاكلها غير اسماء مسكينه صافي اللي شاط غادي نخليه بناتي ما ياكلوهاش ليا ما كاينش اللي دار حدايا الطبله واش شتو باش تعرفوا ولادين اوروبا راه والو سوقهم خاوه كياكلوها الخاويات ايوا هذا الشيء ما كان ايوا ها بنينو هذه البصاله البنات ديال العيالات الحافقات ما شاء الله شحال بنينه البنات باش هيتكم وسمحوا لي على شي محمه كتوحم فيها الدود ما زويناش المهم الغزالات ديالي
غادي البنات ناكل وغادي البنات نتكى شويه نتسنط العظيماتي. دابا راه الويكاند السبت الحد اثنين اثنين البنات غادي يكون كارنفال. انا غادي نقولها لكم اثنين غيكون كارنفال في شارع العرب صافي خواتاتي. مع ديك 12 بحال هكاك غادي يمكن يبقاو يبداو ولا 12 ونص صافي البنات. نهار اثنين كاين كارنفال اللي كيرميو الحلوه. بزاف من الناس اللي كانوا سولوني كيرميو الحلويات وهذاك الشيء في الشوارع. انا ان شاء الله غندي بنياتي نتمنى من الله سبحانه وتعالى داك النهار يكون الجو فيه زوين باش تخرجوا الدراري ان شاء الله ما يمرضوش. المهم خواتاتي اش غادي نقول لكم؟ الشكوى الله هذا الشيء اللي عطى الله اختكم. هذا هو الفيديو ديالها. نتمنى ان شاء الله يكون عجبكم ويكون نال استحسانكم ويكون عند حسن ظنكم. ها نتوما كيف كتشوفون احنا صحابين اوروبا مساكن ما عايشين كاع كيف ما صحابين المغرب. صحابين المغرب راه كيوصل عليهم الويكاند يا اما يمشيو شي شوايه ضروري من القهاوي القهاوي حلال عليهم حرام علينا فهمتوا. ضروري من القهاوي والكلاص والشوايه وطقطق وداك الشيء. حنا صحابين اوروبا مساكن كنساينو داك الصيف والله العظيم بقيتيني هي جالسه كنفكر بوحدي. حنا هذاك الويكاند ما كنجلسوش كنجبدو فيه القنات ولا كنتي عاد خاصك شي حاجه لولادك تمشي تخرجيهم تاخديها ليهم. اما صحابي المغرب راه الويكاند اللي عنده راه كيمشي للشوايات والقهاوي البلايص الواعرين، واللي ما عندوش راه كتشد كرويله وكتشد صحاباتها ويشدوا البنادر والتعارج ويديو الطاجين ويشويوه في الغابه. وحنا مساكن العام كامل وحنا فايت علينا الدكاكه ما نعرفو من السبت من الحد قليل 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 فين كنخرجوا حنايا الويكاند بزاف. حنا عندنا داك الصيف والله اخواتاتي هو اللي زعما كنقولوا زعما الا صدقت لنا فيه المساريه وزعما وصدق لنا داك الصيف زين وفيه الحباب وخرج لك داك الشيء زين. راه حنا كنصينو غير الصيف ما هو العام كامل حنايا مساكن ما كنديروا حتى حاجه نهار كامل وحنا كنخرجوا كاينه ولا ما كايناش البنات. ايوا هذا ما كان والله العظيم كنتاسف الصراحه كنقول الحياه كتفوت والانسان ما كيستغلها لا مع عائلته ما كتخرجي من حتى حاجه حياتك كامله وانت في هاد البلاد وانت نهار كامل وانت خارجه كتجري بحالي. دابا انا صافي انايا الرويض ديالي تمحاو صافي خصني دابا غناكل غنجيب هنايا مالطا غنطيح في بلاصتي صافي. السبت كتبغي ترتاحي كتبغي تحطي عظامك ماشي عام كامل وانت يا الدراري ديوهم لك وجيبوهم لك ولا سديهم لك المدرسه وتجيبهم وعندك حياه سعيده. الا خرجتي تخرجي تقضي تاع الرياض ضربه بنعسه في العشيه. حنا اختي حنايا عندنا الحياه صعيبه هنا في اوروبا ما كاينش العوين والله العظيم اخواتاتي. المهم البنات غادي نضرب بصارتي قبل ما بردات. نتمنى لكم ان شاء الله فرجه ممتعه. شكرا لكم على تتبعكم شكرا على الكلام الجميل. الله يحفظكم الله يسهل عليكم الله يخلي لكم وليداتكم وصحيحتكم. عواشركم مبروكه مسعوده موحه لكم.